وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن لا يقيموا بمكة بعد أن تركوها، بالرغم من أنها هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه أنهم إذا تركوا شيئا لله لا يعودوا إليه أبدا حتى لو كان مباحا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يقيم في مكة لغير عذر، يعني مش هيروح مثلا يقف على ثغر الأذان كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل أحدا يؤذن بمكة، أو ثغر التعليم، أو أي سبب يضطره للإقامة بمكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ألا يقيموا في مكة بعد فتح مكة. طب دي بلدنا، أحب البلاد إلينا، أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق إذا تركت فيه شيئا لا تعود إليه أبدا، وأن من هذا الطريق من أول ما تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولربك فاصبر، وقال له ولا تمنن تستكثر، سوف تترك الكثير من أجل الله سبحانه وتعالى فلا تعود إليه أبدا. فتربى الصحابة على ذلك، وبالفعل لم يقم في مكة إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة حينما سعد بن خولة لما مرض ومات في مكة، مرض بسبب مرض ومات في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات في مكة، يعني صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يموت في بلد هاجر منها هذا الصحابي الجليل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن هذا الطريق طويل، هذا الطريق في نصرة الدين شاق، تبذل فيه وتترك فيه. إذا حينما يحتفل الناس بالهجرة لابد أن نعلم أن الهجرة كانت بذلا، أن الهجرة كانت تضحية، أن الهجرة كانت تركا لا احتفالا، أن الهجرة كانت نصرة لهذا الدين، أن الهجرة كانت سنة على طريق الأنبياء، أن الهجرة كانت سنة من سنن الله عز وجل في إمضاء هذا الدين. فمن أحب أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فليهجر المعصية، فليهجر أهل السوء، فالمهاجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تحصل على هذا اللقب في هذا اليوم، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. إذا أردت أن تنال هذا اللقب وأن تلقب بالمهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، أو لا هجرة من بلد انتشر فيه الدين بعد فتحه، لكن قد تهاجر من أرض المعصية. إذا كنت في أرض انتشرت فيها المعصية ولا تستطيع أن تقيم دينك فيها، وهناك أرض أخرى تستطيع أن تذهب إليها، فيجب عليك أن تهاجر من هذه الأرض، الأرض التي تستعين فيها بدينه، وأن تنشر فيها دعوة الله عز وجل. إذن هذه الهجرة ليست مجرد احتفال، لكنها كانت بذلا، كانت نصرة، كانت تركا، كانت سنة من سنن الله عز وجل.